مؤتمر بس في البداية كنت أنا مشارك في عدة مؤتمرات علمية ودولية مختصة كل جميعها بأمن المعلومات. كان يعني أبرز مؤتمر ميزها إن كان في دولة بلجيكا المنقرب قبل شهر. كان هناك تجري فيه عدة عمليات تحكيم أبحاث عالمية للناشونال. كانت هناك توجد مجلة ألمانية مشاركة، يوجد لها 5 أبحاث، يود أن يحكم في أبحاثها. ال5 أبحاث هذه كنت أنا يعني كل بحث كان بيتحكم فيه كنت أبدي رأيي فيه، أقول أنقد أناقش لا يعني شغلة زي كذا. كان في تقريبا البحث الرابع هو فيهم كان في خطأ فادح، فأنا يعني انتقدته بشكل كبير. الخطأ إنه الباحث يعني اعتمد على خاصية موجودة في الفيسبوك قبل سنة، والخاصية هذه التغت. أنا قمت بالتعديل عليه يعني وناقشت الأمر، مما أدى إلى يعني إلغاء الورقة البحثية تبعته. يعني أسباب كثيرة، يعني خطأ والخاصية التغت ومن الأمور هذه. بعد ذلك يعني المجلة كنت أنا مشارك لها كنت أشارك لها خصوصا بعدة مؤتمرات يعني، وكان لها تواجد كبير. فمباشرة يعني بعد يعني المؤتمر تواصلوا معي إنه أنت من غزة عمرك صغير بتشارك على دبليو دبليو كونفرنس، مجال أمن المعلومات معقد خطير، إيش اللي فاهمك فيه يعني الأمور هذه. فقالوا لي يعني احنا بدنا نديك يعني هيك كتحفيز يعني انه منا خصوصا تحضر دعوه انه مؤتمر عالمي ان شاء الله بدايه السنه، دعوه ودعوه كمان انك تنشر ورقه بحثيه تختص يعني مختصه عنا يعني للمجله مختصه بامن المعلومات، وانت حر يعني باي مجال بدك، احنا مستعدين علما انه في شروط للنشر واحنا كسرناها لاجلك، انه يكون الباحث حاصل على درجه الماجستير ونشرف عليه يعني درجه اعلى منه، ويكون نشر ورقه بحثيه محكمه قبل ذلك، ودفع مبلغ مالي كبير جدا يعني 25 من غير شو اسمه مختلف 30 25، بس هو حد ادنى 25. ف يعني هدوني الهديه هذه ان انشر ورقه بحثيه. فكانت يعني الامور عندي يعني صدمه هيك وفرحه وسعاده يعني من غزه، وحصل ورقه بحثيه وكسر شروط بالعالم يعني شروط مجله مشهوره بالمانيا ومختصه بامن المعلومات. فكانت يعني كان عندي حماس، كان عندي فكره اساسيه انه عندي مشكله يعني انا كان عندي يعني فكره البحث موجوده عندي انه يكون يعني احنا شعب في غزه كل يوم نجي مكالمات، المكالمات هذه ممكن جهات خارجيه مثل الاحتلال، اسرائيل، شركات تجسس بتتجسس على المكالمات هذه. فكان انا دوري انه يكون في عندي مشكله والمشكله هذه انا بدي احلها. ف بدات في يعني الفكره تكاد تتواجد عندي مختص انا يعني برمجة تطبيقات الاندرويد، عندي خلفية كبيرة جدا، حصلت على المستوى الرابع المستوى الثاني في مسابقة على مستوى الجامعات العربية السنة العام 2012. فكانت عندي خلفية، فكانت ميولي اكثر اني استهدف اللي هي فئة الجوال اللي هي السمارت فون بشكل عام يعني اللي هي الاجهزة الذكية. وبدأت يعني مباشرة انه وجد عندي حماس عالي جدا مباشرة ثاني يوم من حصول على الموافقة، بدأت في بحث المشكلة واهدافها بدأت بعمل احصائيات قطاع غزة، عدد اجهزة السمارت فون المتواجدة فيه، الاجهزة الذكية، مدى السكيورتي امن المعلومات في الشبكات اللاسلكية، هل هي آمنة أم غير آمنة؟ استهدفت أماكن اللي هي تواجد الأجهزة الذكية بشكل عام، الجامعات، المؤسسات، الحفلات، الأماكن العامة، الأماكن يعني تتواجد فيها أجهزة الأجهزة الذكية والشبكات اللاسلكية متوفرة. فأجريت بحث لمدة إحصائيات لمدة أسبوع. بعد أسبوع كان في مؤتمر يعقد ألمانيا للمجلة وهي نفسها، فكنت
كنت مشارك فيها ايضا، شاركت في عبر الفيديو كونفرنس. كانت يعني مؤتمر يجري توصيات ويخرج توصيات ونتائج. النتائج هذه يعني عرضت بداية المؤتمر النتائج والتوصيات اللي حصلت عليها بعد ما عطتنا الموافقة على البشر قبل أسبوع، فعرضت النتائج والإحصائيات. فكانت النتائج والإحصائيات التي توصلت إليها هي نفسها التي توصل إليها خبراء أمنيين ومطورون في الحكومة الألمانية، من ضمنها منع استخدام جهاز الآيفون بدولة ألمانيا. أن جميع الأجهزة الذكية والمخترقة لا يوجد بها أمان كافي، لا يوجد بها خصوصية. الشبكات اللاسلكية يعني أحيانا تتواجد فيها مشاكل. المشاكل هذه أنه أي واحد ممكن فاتح الواي فاي على السمارت فون ممكن يخترق له الجهاز، ممكن يأخذ صور وبياناته. فيعني الأمور هذه كانت يعني في شغلات كثير يعني توصيات خرج فيها، وكانت متوافقة تماما على دراسة كانوا يجروها الحكومة الألمانية لمدة 3 سنوات. بصراحة يعني كل اللي كانوا متواجدين في المؤتمر أبهروا، يعني انبهروا إنه أنت عمرك 20 سنة من غزة، ما خدتش البحث معك أسبوع كامل عشان تطلع النتائج هذه، بينما ألمانيا نفسها لم 3 سنين على البحث نفسه. يعني فكان يعني المؤتمر مسجل. يعني بعد مضي بضعة ساعات اتصلوا بي وابلغوني انهم ارسلوا الفيديو لموسوعة جينيس، وموسوعة جينيس رحبت في الموضوع انه اعطوني لقب. دخلت موسوعة جينيس واخذت لقب اصغر باحث لعام 2013 لامن المعلومات. يعني اخذت اللقب هذا وبلغوني بشكل رسمي يعني، وان شاء الله بدايه السنه يعني بصدد اني اسافر على نيويورك ليتم تكريمي بشكل رسمي. طب اللي هو اعجاب بالمؤتمر والمجله بشغله، واللي هو حصولك على لقب اصغر ودخولك كتاب جينيس كاصغر بحث بأمن المعلومات 2013، شو بيمثل لك وشو بيعطيك دفعة في مجال دراستك؟ والله يعني بيمثل لي شغلات كثير، يعني اني حصل يعني عمر صغير حصل دخلت موسوعة جينيس و مختص بأمن المعلومات، مجال معقد خطير جدا. قبل البداية يعني انا رفعت اسم فلسطين وبأسعى دائما اوصل اسم فلسطيني عليها حتى وصولها للمحافل الدوليه.